التوزيع هو اول قطاع كيدير التدخل ديالو في الفيلاج واللي كيتم فيه التوزيع ديال مجموعه من المواد الاساسيه اللي كيستافدوا منها العائلات اللي كيسكنوا في الضوابر. ولحد الان استفدت 1894 عائله في 71 عمليه توزيع. وهاد الاساسيات اللي كانوا يوزعوا هي عباره عن على لي كوفيرتور، المواد التنظيف، الاواني المنزليه، الاواني لتخزين الماء، واغراض اخرى بحال لي باني اليمونتير اللي توزعوا في لي دوزيام ديستريبيسيون. والعملية مازال مستمرة لتغطية جميع احتياجات ديال الضوابر المتضررة في الزلزال.